من سنة 1990 بدأت تزداد فيها المياه الجوفية يوم عن يوم. نعم. حتى عام 96 عام 96 كانت في زيارة لنا من برضو سيادة رئيس الجمهورية. نعم. عرضت أنا عليه المشكلة بتاعت سيوة، قلت له سيوة سيادتك بتتغرق في مياه جوفية، بتغرق. فرد هو كان ساعتها الله يرحمه في وزير اسمه عبد الهادي راضي. قال له حل مشكلة سيوة. عصام راضي. قال له حل يا سيادة الوزير مشكلة سيوة. وزير الري. وزير الري. من ساعة ما طلعوا بعت مجموعة كبيرة جدا لوزارة الري وانشأ مكتب لوزارة الري موجود لغاية دلوقتي. بدأوا يعملوا مسكنات. ايه المسكنات؟ بيعملوا جسور ترابية للبحيرات دي. البحيرات دي كانت 4000 فدان. البحيرات بدأت تكبر سنة عن سنة، كل ما تكبر بحيرة سيوة وغيرها. كل ما تكبر البحيرة اللي شفتها دي يروح عاملين لها جسر ترابي عشان من المية ما تنزلش ناحية البلد. نعم. فالمية بتعلى. تعلى. فتشيل الجسر. بتشيل الجسر ونعمل جسور. كل سنة يمكن يعني بيصرف فلوس بتروح في المية، ما بتعملش حاجة. كان عبارة عن مسكنات. مسكنات. وعاء بيتملي. ومش عارف نعمله فيه حاجة. نعم. احنا عرضنا مرة واتنين. استمر الموضوع ده. استمر. قلنا ارائنا. كان تأثيره ايه لما ده الوعاء ده بيتملي وفيضان بيحصل؟ كل ما بيتملي في جناين بتتغرق وبتروح. بتبوظ. زي ما انت شفتها بتطمس. في جناين يعني كتيرة جدا. اللي هو رزقنا وخيرنا اتدمر. غرق. ده انا اقول من 4000 فدان اللي كانت بحيرات سيوة. بقت 47000 فدان. يا نهار ابيض. من 4000. يا الباقي ده كان ارض زراعيه. كان ارض زراعيه. الارض دي باظت. راحت باظت. بدات انا نادي. دي دخل وفلوس للناس. بدات نادي في 2005 2010 انا بصفتي نائب. كنائب. كنائب. نعم. انقذونا. الحقونا يا ناس. انقذونا. نعم. بلدي بتتغرق. سيوه بتتغرق. عملوا ايه؟ اتعمل ايه؟ ماشي. مفيش حاجه اتعملت. مفيش حاجه اتعملت. خالص. نعم. كلها مسكنات ومصاريف جامده. طبعا. واهدار. طبعا. المال. طبعا. فأراد استمر الموضوع ده معانا. استمر الموضوع ده. مفيش حد قادر يعمل حاجة خالص. إنقاذ مفيش. أنا بدأت أعرض المشكلة في كل حتة. أيوة. حتى بدأت أعرضها ساعتها لسيادة المشير عبد الفتاح السيسي، كان وزير الدفاع. وزير الدفاع. قلت له. قلت لي سيادة المشير. سيادة المشير. قلت له يا سيادة المشير سيوة كذا كذا كذا. نعم. حاضر. طب محتاجين حاجة تاني؟ قلت له محتاجين يا ريت مصنع ملح في سيوه، لاني عندنا منجم ملح. شفته دلوقتي. ايوه. بحيره جدا. ايه ما شاء الله. قال لي الكلام ده كان في سيدي براني في قناه المنطقه الغربيه. والصوره الصوره انا هو. نعم. كنت بقول له الموضوع ده. نعم. قلت له يا سياده المشير عايزين مصنع ملح. نعم. لن تكبد بالخبر، هو سافر زي النهارده. رابع يوم لقيت جهاز خدمه وطنيه جاي. جاي. بيقول لي تعالى ورينا ايه الارض والحته ورفعه. نعمل مصنع. نعمل في خلال هم قايلين في 3 سنين. قال لهم ما فيش الكلام ده. في خلال سنة افتتح ايه؟ المصنع. في خلال سنة. شفت النهاردة عديت كان عليه. كان المصنع عملاق. شغال وكل الملح اللي شايفه ده بيطلع ملح نقي جدا. نعم. ملحنا نقي جدا. نعم. بيقولوا من اجود انواع الملح. من اجود انواع الملح. نعم. ده بيصدر، احنا بنصدر امريكا دلوقتي. فوق على طول. من هنا. شهري احنا بنطلع حوالي 5 مراكب والمركب 50,000 طن. ان شاء الله. 250,000 طن شهري. عظيم. من هنا. كنا في الاول بنصدر على ميناء دمياط. لما سياده الرئيس عمل ميناء جرجوبة جنبنا. استفدت منه. بدأنا نطلع من هنا. ميناء جرجوبة. نعم. فالمصنع ده لما اتعمل انا اتبسطت جدا. يعني صادراتكم من هنا ميناء جرجوبة. ميناء جرجوبة على امريكا. نعم. اما المصنع ده اتعمل انا اتبسطت جدا. كويس. وحبيت اشكر سيادتك. اجراءات خطوات. وعايز هو موعدني ان يجي ويفتتحه. كوزير للدفاع. نعم. اشاء الله بقى رئيس جمهوريه. بقى رئيس جمهوريه. قابلته تاني. نعم. باركت له. قلت له سيادتك وعدتنا بالمصنع ومشكور المصنع شغال. اتعمل. وسيادتك وعدتنا. قال لي هاجي لك برضه هو. في كنوزيري براني برضه. نعم. وهفتتح لكم ايه؟ بس ما أردش إن يجي. نعم. بس الحاجة اللي أكتر من ده كله بقى كان عمل لقاء في العالمين. وأنا حضره. بص ورا كده شافني.
قال لهم كده، قال لهم مشكله سيوة اللي بقى ديها 30 سنه مش عايزه تتحل بتاعت الصرف الزراعي والبلد بتغرق. ايوه لا تخلص، انا عايز المشكله دي تخلص نهائي نهائي كويس، وحلول جذريه وليس تقليديه. عظيم. هو قال الكلمتين دول في العالمين، وانا قمت بعدها وشكرته زي ما شايف الصوره اهي. نعم. قدامك. نعم. شكرته. نعم. وتصور مع ابنائنا. نعم. البنات دول اللي جايين مخصوص من سيوه للعالمين عشان يقابلوا سياده الرئيس. وعليها قامت ايه اللي تم؟ اللي تم بعد ما قال تخلص. تخلص. قامت وزاره الموارد المائيه ايوه برفع المساحات ايوه. ومش ايه اللي الحل؟ بيقولوا اهل مكه ادرى ادرى بشعوبها. نعم. احنا قلنا لهم راينا من الاول، قلنا ان المايه دي تتاخد من الواحه تطلع بره بره الواحه، مش الحاجات اللي انتوا عاملينها دي. نعم. فعلا خدوا براينا كويس، وبداوا وتدخلت القوات المسلحه الهيئه الهندسيه القوات المسلحه عظيم برجالتها. نعم. وبداوا يشرفوا. نعم. وشوفوا ايه الصح. نعم. واللي ما فيش حاجه اسمها قرش ترمي على الهواء. القرش يترمي صح؟ نعم. يا لا. نعم. ده اللي بدات القوات المسلحه. نعم. اي حلول فيها يعني نص مسكنات ونص القوات المسلحه رفضت. حل نهائي. قالت لك انا رحت وقابلت ساعتها ربنا يمسيه بالخير كان مدير اداره المايه اللي هو عاصم. نعم. قال لي احنا يا نعمل حاجه صح يا انا مش هعمل. نعم. وفعلا جاب رجالته اللي في اداره المايه. نعم. بدايه من اللي هو حازم. نعم. والراجل ده بقى مجند. نعم. لسيوة ان يعمل حاجه صح. ده حافظ سيوة بسم الله ما شاء الله. حافظ اكتر مني. حافظ اكتر.